مصر تحذر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجدل شمس بالجولان المحتل، وتؤكد أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب. رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي يؤكد أن الحل هو التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وعدم الانجرار للتصعيد، مضيفا أن وقف إطلاق النار على كل الجبهات هو الحل الوحيد لتجنب تفاقم الأوضاع ميدانيا. الخارجية الأردنية تحذر من التصعيد الخطير في جنوب لبنان ومن تداعيات إشعال حرب جديدة، وتؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يدفع نحو المزيد من التصعيد والتوتر ويهدد بتوسع الصراع إقليمياً. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي هاتفياً على منع أي تصعيد مع لبنان، ويؤكد التزام باريس بمنع أي تصعيد جديد في المنطقة. البيت الأبيض يؤكد مجدداً دعم أمريكا لأمن إسرائيل، ويوضح أن واشنطن تعمل على حل دبلوماسي من شأنه إنهاء الهجمات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.